الفكره اللي طلعت واضحه في المجتمع الان استخدام الادويه اللي تقلل الوزن اللي هي المنجاره اوزامبيك او وجوفي انه زيد نسبه حصول الكانسر. لكن الدراسات اللي اظهرت حديثا في جامعه ساينز اليرت اللي هي قريبا اللي هي ببلشت انه الدراسه بدات من سنه 2005 الى 2018 لمده 13 سنه شافت نسبه المصابين بالسمنه او تايب 2 دايابيتس انه نسبه حدوث الاورام السرطانيه اقل. هذا يعود لعده اسباب، منها هل هي بروتكتيف ميديسن بيكوز اوف ذيس ميديكيشنز اور بيكوز اوف ذا لوزينج ويت اند ليس اكسبوجر تو ذا كيميكلز. بصوره عامه جاما اند الير سايز هاز بروف ذات اند ببلش ات. We need more time, more studies to confirm that. بس الفكرة الوحيدة اللي أظهرت عند الحيوانات إنه وجود استخدام المنجارة يؤدي إلى المدلري كانسر اللي هو النوع نادر جدا من السرطان في الغدة الدرقية. لذلك كل مريض يحاول أن يقلل وزنه يجب يخضع إلى سونار الغدة الدرقية إضافة إلى الكالسيتونين ليفل قبل إنه نبدي له هذا العلاج حتى نقلل الإصابة أو نمنع الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في المستقبل. وشكرا دكتور سدير راو جراح أخصائي أقدم من الولايات المتحدة الأمريكية.